والله نجاح التنظيم بتاع البطولة ده هنسيبه للناس ان هي اللي تحكم، لكن احنا زي ما انتوا عارفين على مدار ال 12 سنة اللي فاتت واحنا بنقوم باخراج الحدث ده سنة عن سنة قاعدين بنكبر فيه وبنضيف فيه حاجات جديدة كل مرة. فاحنا في 2010 كنا ابتدينا بس فقط برجال، وبعدين اضفنا السيدات، وبعدين اضفنا الماسترز، لكن اللي بيميز النسخة دي طبعا وجود ان احنا عرفنا ان احنا نستقطب حاجه زي السكواش ريتريت تحت قياده العالمي جوتييه اللاعب المعروف الدولي اللي قدر يستقطب اكتر من 30 لاعب من 10 دول مختلفه. هو ان هم يجوا مش بس ان احنا بنذيع الخبر ده والحدث ده اعلاميا وبنفرج بلدنا عن طريق الرياضه، لكن كمان قدرنا ان احنا نجيب ناس تلعب الصبح وتتفرج على الحدث بالليل وتروح بلدها تنقل اللي شافوه في مصر واللي شافوه في الجونه وشافوا البطوله عامله ازاي واللعيبه. ودي حاجه حبسطانه جدا وناويين ان احنا ان شاء الله نكمل فيها السنين الجايه. غير كده كمان الملعب السنه دي مختلف جدا، الملعب السنه دي جديد، الارض بتاعته ازاز والخطوط بتاعته بروجكشن، فدي برضو من اول البطولات اللي تقدر اللي تستعمل الملعب الحديث ده. متهيألي الاكسبيرينس مختلفة جدا للسادة الحضور والسبكتيترز كلهم اللي جم. الحمد لله كان عندنا عدد كبير جدا من اول البطولة، مش بس من الربع نهائي او النص نهائي، لا فعلا من اول البطولة، والناس كانت مهتمة جدا ان هي تحضر الماتشات. هتلاقوا المدرجات شبه مليانة تقريبا ماتش عن ماتش. يعني انت عارف احنا السنة دي عندنا 96 لاعب، يمكن من اكتر من 20 دولة، بس فعلا كفاءة اللعيبة وانت قاعد بتتفرج على الماتشات كلها محمسة جدا. انت داخل قاعد بتتفرج على ماتشات مش عارف تحكم مين اللي هيكسب في الاخر، فدي حاجة برضو عاملة جذب جدا للناس ان هي تتفرج. انا شخصيا في ناس في امريكا بتبعت لي صور ان هما بيتفرجوا مع فرق التوقيت 10 ساعات وبعدين بيتفرجوا على الماتشات دلوقتي وهي الفجر عندهم، فدي حاجه برضو تبسطنا جدا. يمكن وجود لعيبه دوليين اجانب في الماتشات السيمي فاينل، وان شاء الله هنشوف بكره ايه اللي هيحصل في الفاينلز، دي برضو حاجه بسطانه جدا. لكن الاهم من ده بقى النص التاني من سؤالك، وده بيرجع ليه استراتيجية اوراسكوم للتنمية في اخراج احداث عالمية بالحجم ده، ان احنا دايما بنكمل في اخراج الاحداث، مش بنعمل حاجة وبنرميها. فهتلاقي ان احنا مثلا السنة دي دلوقتي احنا بنحتفل بالسكواش على السنة ال11، بعد اسبوعين عندنا الجونة ووتر سبورتس فاستيفال اللي هو بيكون من 3 رياضات، الويك بوردينج والكايت سيرفينج والسيلينج، بعديها بشوية هتلاقي بطولة الجولف اوبن للرجال، بعديها بشوية هتلاقي الجونة هاف ماراثون في نسخته السبعة، وبعد كده هتلاقي مهرجان الجونة، وبعد كده هتلاقي احداث مختلفة للبادل. فاحنا دايما على مدار السنة هتلاقي شهر عن شهر واسبوع عن اسبوع الجونة بتقدم احداث مختلفة، اذا كانت في مجال الرياضة ولا مجال الثقافة ولا مجال الانتربرونورشيب ولا مجال الانترتينمنت عامة يعني. وده يرجع دايما لدور الجونة ان هي عندها البنية التحتية ان هي تقدر تساعد كل ده. احنا لما ابتدينا البطولة دي من 11-12 سنة ما كانش حد في القطاع الخاص بيجي ناحية الرياضة دي نهائي، وما كانش حد بيعمل حاجة بالحجم ده، واحنا لما ابتديناها كانت حجمها صغير جدا وقعدنا مكملين فيها علشان توصل ان هي تبقى واحدة من اهم 8 بطولات عالميا زي ما انتم شايفين معانا النهارده.